وصل وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل الهلف وصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة. فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حماده لسه ما دفعش. حماده ابن مديحه؟ ليه ان شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وشي كده اهو، شكلي نانسي. وريني كده ليه؟ امال ايه بقى ان شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة اهله سودا. يلا بينا. يلا يلا سعيد. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا، ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في البلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحور. كل شويه يعني لازم يتقط موستي عشان لا ما يم... وبص اسم اسم النبي بص البشكير، بص في نظري قد ايه بس هو بشكير. انا عملاق هعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام. اهو لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زفت. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش عايزه تصدقي ان ابنك عملاق. اعمل لك ايه؟ 100 مره ياما 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخة بطيخة. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفة زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحارة من شره. هو مفتري، انا عملاق. صدقي بقى. حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلف ياك. طب ممكن استأذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ جاب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم ما تعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا موت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت ام عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توا فين؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا حاطف؟ ليه توا ليه توا يا معلم؟ يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الاقل 7 جنيه في الاسبوع، لكن اقسم لك بالله انا وامي اللي قاعده جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني ايه؟ مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب اعمل ايه؟ كده دي امور شحاته. لا لا اعوذ بالله، ليه؟ انا مش حاتش حاجه، انا بقول لك ظروف يعني. انت عارف ياد اللي بيعصى اوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى اوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له ايه يا؟ عارف يا معلم، بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله. وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا. حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه يا معلم؟ انت بتتوتر ليه فجأة يا معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت دي، انا هعرف انا اول اخري. انت امبارح ايه كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه؟ تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. مع السلامه يا عاطف. امشي حماده.
حمادة حمادة يا ابن انت اصحى يا حمادة اصحى اصحى يا حمادة يا نهار اسود اوعى تكون عفريت ايوه عفريت عايز مني ايه انا بعون الله لديت الهلب من قوتي هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب ابن حلال استنى استنى ما تكون طفيش طيب ابن حلال ايه انت تعال بس تعال انت اديت الهلب قوتك ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم انت بتتكلم بجد بس جرب جرب انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد لا قديم قديم قوي طب اتنططت شويه من جرب يا اختي جن يا اختي يا عسل انا هعمل اللي انت عايزه عشان حب بيتك عايز نعمل ايه بس اسمعني حط ايدك في ايدي حاضر ومش هتكسر يلا اتنطط يا اختي اتنطط يا فيه ما نفعكش القطاوة ليه ياه بص ياد في وشي كده انا الهلف ياه يا حارة مسد الهلف الهلف عمره مطاع ده هلف مين بخس عليك مش فاكرني يا هلف اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير معلش العتب على النظر معلش دقق كده مين حمادة معلم حمادة طبعا معلم حمادة بس انا عايز اسالك سؤال انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوة قوي انا طول عمري عملاق انتوا بس اللي مش مصدقين انتوا امي احب فيك الارادة يا كبير احب فيك الارادة بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط عايزك ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك صبياني عامل لك ايه صبياني ده هقطع عمرك هبهدلهم لك بس انا اطلب منك طلب صغنن جدا والله مش هكتر يعني نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه حلوه نزلني دي انا هنزلك انا لا انا هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق 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 ولا مش عملاق؟ عملاق روح قول لهم ان انا عملاق عملاق يما روح لهم قول لهم ان انا عملاق عملاق يما عملاق 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 حمادة يا حمادة حبيبي حبيبي وحشتني شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي غدا غدا يا اختي غدا جميلة ولا كل الناس انتي جميلة شبه الناس انتي بطلع حبيبي انتي مقطع اقف مكانك يا ميدو قلت لك ابعد عن الباب ده دلوقتي ابعد عنه انا مش عارف الراجل ده جاب لي السشوار ده منين داهيه يا ابني قلت لك تعالى الحيادي نجم ماجد المصري وصل صبري هلو يا نجم غدا عبد الرازق جت المدام بقى 8 ساعات هنا وسيزه جاهزه خليها تستنى انا لسه عندي مجموعه 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري ايه علاقه الضغط بالتمثيل يا استاذ ازاي يا صبري انت تافه ولا ايه انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله في جسمي وكل شعرايه في دماغي
طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته. ايوه، ايه ادوات النجم يعني يا استاذ؟ يعني مثلا سشوار بتاعه، سان اويل بتاعه طبعا، كارنيه جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني، شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه. شعرك يا استاذ ايهاني يا بابا. تشوروني تشوروني شعري. مساء الخير يا شباب. مساء النور يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت؟ سوري ضد حبيبتي، مش واخد بالي، معلش كنت مدياني ظهرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اتاخرت ليه؟ اتاخرت، حصلت لي كارثه. ايه اللي حصل؟ مصيبه، السشوار بتاعي فرقع في البيت. سشوار بس؟ اه والله فرقع. انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحال لحد. انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه؟ تمام معلش حبيبتي. يلا استنى بقى يا جماعه. حاضر يا بيه. حاضر، ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعرك تحفه. تحفه. يا جت كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفه ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع دوده، الناس بتقول يا ماجد يا ماجد، ربنا يعلي سعرك ويطرح البركه في فروه شعرك. شوف يا جت خش لك. حاضر يا فندم. يلا تعالى يلا اتفضلوا. يلا يا استاذ ماجد، استاذ ماجد ركز لو سمحت. حاضر يا استاذ باي. يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه. حاضر، ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه، عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك. لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم يلا. خش كلاك اتفضل قول. يلا ستاند باي. يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ. حاضر. يا استاذ اثبت. حاضر يا استاذ ماجد. ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي. جاهزين. خش كلاك اتفضل قول. يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه يا بيه، ايوه بيه، ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر، مع احترامي للمؤلف والدور، سوري يعني. وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري، فاديني اديني وقتي لو تكرمت. خش كليك يلا ترن اوفر. قول. 3-1-1 يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. لا يا بيه مش معقول، ربنا حلاوه يا بيه، يعني اخش بيه منكوش الدين؟ وبعدين سوري، شوفوا لنا المنطق فين. انا في عقد، شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كليك. اهو سوري يا غاده، وطروني، انا اسف. يلا اتفضل يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. يا بيه حاضر، ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها، ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده. غاده الورق. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كليك. دور يا استاذ ماجد. يا استاذ كتير كده، اتفضلي دور. 3-1-1 ايه اول مره؟ يلا اكشن اكشن. اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟ حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك. الشمع واللمض وصاحب الشمع واللمض. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه؟ قوي. الجزمه دي مضايقاني قوي. ده عاج اصلي، خلي بالك. مش ها؟ ودي فيها بوش هتتظبط. ايوه كده، الواحد يفرفش في بلته. فاكرة أول أغنية سمعناها مع بعض؟ كانت تقريباً يا طالع النخلة هات لي معاك بلحة. أكيد مش هي دي. سوري سوري، أه كانت موال سجان الغرام لعبده الإسكندراني. أنت ما تنساش حاجة أبداً؟ ما أقدرش، ما أقدرش أنسى، ما أقدرش. حط إيدك على سرتي. أيوه على السر، انزلي تحت على السر بالظبط. أيوه اضغطي اضغطي يا بت اضغطي. ايه رايك؟ وديك عرفت كلمه السر.
عايزه فاير ووركس وسرتي على طول، تلاقي كل حاجه تحت امرك. كل ده عشاني؟ مبسوطه قوي قوي. انا رجعت لك ليه؟ عشان انا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي، مش عارفه اوصفك بايه، طاووس، فرس، انتي جمل، انتي يا حبيبتي جمل، وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع. ما تتعبنيش. ايه ريحة الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده انت بتولعي يا غادة؟ غادة بتولع يا جماعة. اسمع حاجة، شعر محدش يجيب لها ناحية شعر. بس شعر خلاص. انت سايبني وسلك شعرك؟ خلاص الحمد لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش معلش انا اسف، بس لازم احافظ على شعر. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي طفيكي، بس البطارية ضعيفة والله. سشوار؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غادة مفيش هزار. الا سشوار، الا سشوار يا غادة، الا سشوار، الا سشوار. حرام عليكي كسرتيه. يا جماعة أنا ماجد المصري، أنا بسجلها على الهواء قدام جمهوري إن أنا اعتزلت التمثيل، إني ما أقدرش أكمل مسيرتي الفنية من غير السشوار بتاعك. آسف. مشاهدينا، سمعنا في كل الأوساط الفنية إن الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، وأكيد خبر زي ده ما كانش ينفع إن إحنا نعديه من غير ما نيجي نتأكد منه مخصوص. دلوقتي إحنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقة الخبر. استاذ ماجد، سوري سوري. ايه يا توني بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد لحظه لحظه من فضلك، توني فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني، انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد لحظه من حضرتك في كلمتين وانا بقى في تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه، مراتك بتموت، انا شعري اهم من الدنيا كلها. بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي. مساء الخير. مساء الخير استاذ ماجد. احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن، الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده، بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات، وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار. شعري كان هيتحرق، فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن. يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه، انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك انا يعني لا لا قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك، انه انا يعني احب ما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني، لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين، مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري، فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني. ما هو شعري حد غريب؟ ما هو شعري، فعادي يعني ما كله جاي لي انا، فاهماني؟ يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروح يدوه لاحمد السقا؟ هيدوني انا صح، مش ده شعري، فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين الفنانين التانيين؟ لا هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده، يعني الاستاذ انور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الاصدقاء ان كان في بعض كلام وانه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده استاذنا ما اقدرش اتكلم عليه ولا ارد عليه يعني. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي؟ يعني بتستخدم لا انا ممكن يعني هقول لك على حاجه ما قلتهاش لبنت ابدا. اسمح لك تمسكي شعري؟ امسكه؟ امسكي لو سمحتي. ده كرياتين؟ اه ده كرياتين؟ لا قولي للناس ده كرياتين اللي عند ماجد المصري. لا مش كرياتين خالص. لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع، هل هترفض الدور عشان شعرك؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، تزف شعري. يعني لو عرضوا مبلغ يظبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحلو؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي. ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل، انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا لا بس انا ثانيه واحده. فليني لو سمحتي عشان تثبتي للناس كلها. فلي فلي او اي حته في دماغي. يا استاذ ماجد بس ثانيه واحده. امال ايه مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حقيقة كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده، ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جايه وعندي ازمه، الراجل ما جابش الكريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن السيرم بيعمل كده؟ السيرم هو طبعا، ما انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري. لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي
يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك، بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي، انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد، ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده وكل سنه وانتم طيبين. كنت عايزه اتحرك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيرم نيجي بتاعي شنطتك دوري كده؟ لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 الجمهور. ممكن عشان خصوصيتي. اتفضل حضرتك. يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ تفكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه؟ يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم هنا. تيني ده بين مهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بمننا انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا علي، انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حته انا بمزاجي اقعد فيه، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيا اللي قاعده دهيه. شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصنا. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد؟ الوليده قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، بنها مجنونه ولا ايه؟ حاج هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينة، أنا هخلص معاك، أنا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزة دي وتغرب من هنا؟ أخد كام وأسيب الترابيزة؟ أيوه. هو أنت شايفني رخيص للدرجة دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام، تاخد كام دلوقتي حتى لو أنا أقدم، وتاخد البهيمة اللي معاك دي وتقوم. أنا أبويا وأمي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ أبوك إيه؟ أبوك وأمك ربوك على إيه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيه هيخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمر، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي. انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا ملها من ببلمه ليه كده؟ يلا يا ادمن انت، يلا يلا. حقك يا عمر. كله متشكر. الاول كله الاول هم نفسكم وحبوا. على السلامه يا اختي. متشكر يا عمر. متشكر. على السلامه. ايه الناس دي؟ هو دي ادم ليك؟ هو دي زفت انت؟ والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده علو صوتك. فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك. استنى تقعد في كافيه يفهم ايه؟ انا هطلب لكم مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده؟ سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت سوس ولا ريد سوس؟ استنى مع اول مره يجي هنا. تاخده وايت سوس ولا ريد سوس؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. هات له. تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ اهدي، انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خير ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده هي اللي خدتها انا من يومين؟ ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك استروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفانه والشنب والقرب دوت؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبيه. حياه النبي، لا شوطه شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقت ده هي يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمده؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش، انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع. ان شاء الله. ما تمشي بقى التاريخ الواقف فتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟
كل كل بس. الله يخرب انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستعملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار، جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هتجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبة كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي وقاعدة معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على صدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمرو. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود، تصدقي؟ تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي دايه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والترع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغرتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا. ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهيتعبك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تستوري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزيننا نيجي عندكم هنا مره تانيه ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم وسيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياة النبي، حياة العيون ده، قوليلي مرة واحدة سلامونتي وانا ام البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي، سلامونتي. عايزة تخين دي اسمعها، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا، ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهاردة. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر، ورينا هتعمل ايه طربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي، قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العرة اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافند اللي معاك الفلس. ميرسي. تسلمي، تسلمي. سلام عليكم يا واد يا ريخي. مع السلامة يا أخي. الله يسلمك. سلام عليكم يا ست الناس. وأنت حسابك معايا. هاي عمدي سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، أكيد خلص معاهي. خلصت معاهي؟ هو أنا من نقكم وشؤمكم عليا ونظرة عينك المرعبة دهيا هكسب في حياتي ربع ساعة؟ إيه النحس ده هو؟ أنا غلطان، أنا غلطان إني جبتكم من زريبة الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت، طارت منين يا ولد؟ انا العمده، استنى عليها شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها دي. حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاية دي تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الاميره نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ هزقتيني وخلتيني انهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ بصراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه؟ هو دي اللي انا
كنت عاوزه. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جزمه. امبوسيبل. استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولاده يا رب. اقومها بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيله ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه، اسال ماني. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه، انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورس. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين. اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني، ابوس ايديكوا، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا، غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك، نجيها يا رب، نجيها يا رب، استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. بصره النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس؟ دي بنت خليط المستشفى، وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهر، نعمه من الله، الحمد لله. وطمني على صحه البنت، نازله حلوه كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها، بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي، وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده هي؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة، اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنت الحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل، المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. يا بدردر يا بدردر يا جميل، صباح الفل يا جميل. بدريه بدريه، الله مش هتحقني على تيفه حبيبك يا بدريه. حبيبك هيكم؟ لا ده كده كتير يا بدريه، بقالك فتره قافله مني. لحد امتى؟ لحد ما تتنيل تبطل الهباب اللي انت بتضربه ده. يا راجل يا مفتري، بص لنفسك في المرايه، مش شايف منظرك بقى عامل ازاي؟ ماله منظري وماله يا اختي؟ منظاري دوت من اهمالك انت اللي وصلتيني لكده يا بدريه. لعلمك انا ما بستحماش بالجمعه لاجل ما ريحتك تفضل فيا وشماها. بحبك يا بدريه، بحبك. يا توفيق، ده انت عايش في وهم. يا نهار اسود، اغنيها له دي ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، ده كل الناس عارفه انك انت مدمن. يا مدمن؟ ما تقوليش كده، انا مش مدمن. مش عشان بضرب فول حراتي كتير ابقى مدمن. انت فاهمه غلط الكلام ده. في الكوسة، في الطماطم، الحراتي عايز لي بتاع 10 فدادين عشان اوصل للادمان يا بدرية. لا مدمن، مدمن فول حراتي، وكل الناس عارفة واقولهم اخواتك. اخواتي؟ اخواتي عارفين وبيقولوا عني كده؟ وانت ايه اللي دخلك بينك وبين اخواتي؟ نسيتي نفسك ولا ايه؟ نسيتي انا جايبك منين يا بت؟ ده انت كنت بتلعبي قرود انت وابوك وامك على محطة القطر. يا بدريه يا شيتا يا شيتا، وجبتك عيشتك في حديقه الخالدين. احمد ربنا على النعمه واسحي نفسك يا بدريه، اسحي وفوقي. ها وبعدين اخواتي اللي انت فرحانه بيهم دول، انا المخ المدبر. انا زمان قبل ما ربنا يبليني بالفول حراتي كنت بضرب حرنكش، وانا اللي كنت بعمل المشاريع وهم اللي ينفذوها يا بدريه.
ليه ينفذوها يا اخويا ينفذوها؟ انت بتذلني يا راجل، بتذلني باللي انت معيشني فيه. نهار اسود، انزل انزل لي كده اشتغل، انزل لي كده اشتغل بدل ما انت قاعد في حضني زي الوزة. لا انت كده زودتيها قوي. لا بدرية، انا مش وزة، انت عارفة ان انا اسد ومش اي اسد، انا عصب، انا عصب بدرية، انا عصب بدرية. عصب ايه ده؟ ايه ده؟ الحيني فلاقة بدرية، الحيني فلاقة. يلا يا بتاع الحباية. لا الفلاقة فيها تلات حبايات، هاتي واحدة بس يا بدرية، هاتي واحدة ابوس ايدك. طب اقولك، قوليلي فوق الحراتي في ودني، قولي لي في ودني فول حراتي. فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي، ربنا يخليك ليا يا بدر. احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه اننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسه بجانب نشاط التجاره في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج احمد، قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمه ومشاريع من ورايا، انا الكبير هنا وانا اللي هي الكلمه العليا. يا اهلا وسهلا يا حاج، يا خطوه عزيزه. ايه خطوه عزيزه دي؟ جاي لك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسه يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا انا مش زرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا عادل، انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد، انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. بس ثانيه واحده اقعدوا، انا اللي اقولها. لو سمحتوا يا جماعه سيبونا شويه لوحدنا. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدريه فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، بابا اسمها الست بدريه، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام، ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجة ولا مالكش؟ أنا المشاريع دي كلها هلغيها. إيه رأي السادة الحاضرين؟ مين؟ إيه الناس كلها خرجت يا حاج توفيق؟ برضو يردوا عليا يا حاج أحمد. هدي أنت بس أعصابك كده وأنا جايب لك حاجة زي الفل أورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز أختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي، فول حراتي، فول حراتي. ماشي ماشي، من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، اهدى يا حاج. يا هو ما اهداش، انا اخوك وربنا كله وادناك يا محمد. خلاص يا حاج، هدي نفسك. ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيزلي دماغ. ماشي مؤاخذة يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. وانا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكم كلكم. انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ده بيفور لي. معلش دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج، اخوك الصغير. معلش. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه، اضحك عليا، اضحك عليا. اتفضل يا حاج، اتفضل. ماشي 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 ماشي، بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ اعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج.
ألف ماما مبروك. بقول لك ما عكش فولتين حداتي عشان الطريق. يا حاج انت كده تقلت قوي يا حاج، ما انت لسه واخد جوه يا حاج. اعمل ايه؟ طب خلاص ما يطارت، ما انتوا عصبتوني في الاجتماع. بس انا معايا حاجه تانية يا حاج، ما اعرفش تنفعك ولا لا. ما معاك ايه؟ شويه حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني في مدغ، انت مش فاهمك انت في الفول الحداتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل، ونظفناك ودخلناك العيله، فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى يا حاج. دي فيها كاكالاكس. يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. فيها شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس ايه يا حاج، اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين، وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفل كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كلاكس. براحتك يا حاج، اهو كلاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكلاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل، واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسه الجدوى ومفيش مخلوق اراها. امسك، شايف علبه الكبريت دي؟ دي علبه كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبه دي. في العلبه دي. وماله؟ اوعى تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كلاكس. فيها كلاكس، ما انت دوست عليه 100 مره. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربيه بكلاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولايه كده ولا كده يا حاج؟ انت خدت كتير قوي النهارده، كده مش هينفع. طب شوف لي حبه ترمس اهدى بيهم شويه. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي، وقعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج، انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي. يا تخين افشلة. سلام يا حاج. يا تخين افشلة اللي جوزناك اختي في 60 داهية. علبة الكبريت فين؟ علبة الكبريت فين؟ خد الواد التخين ومشي وسابني. هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كلاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايبه عربيه بكلاكس كله يتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدرينا على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقي تقولي انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس، انا هقدم لكم. هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. فول حراتي. حلوة. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة، وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كم منج. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعت القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير،
أجدع ناس وكرامكم غير. يا مردياني يا عيلة الخير، أجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين إن شاء الله، لو في وقت برنامجي ألتقي بيكم تاني. بس أتابع درية. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرايد. انا مش فايق لك يا بدرية. بتعمل ايه يا توفيق؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدور على فول حراج. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا اخي، حرام عليك. هو ازاي يا راجل؟ جبلة؟ انت جبلة؟ انت جبلة؟ يا توفيق، توفيق ناس عايزة فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية، كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدرية، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا، ما دي فلوس يا بدرية، بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. يا نهار اسود، الهي يا راجل تخسر ما تربح، الهي ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب يا رب وريني في يوم، الهي يا رب يحوجه. كفاية زي ما حوجه. كفاية الهي يا رب يحوجه زي ما حوجه. كفاية ولا الهي ولا حباية فول. هاري سويت؟ هاي ولا ايه؟ مش عارف دي مصيبة، دي مصيبة ولا ايه؟ سامعني؟ اتقرشت؟ اتخرصت؟ طب اعملك ايه؟ هنا؟ بصك ايه؟ اقولك ايه؟ فول حريتي لا اعمل ايه؟ انت اتشليت؟ والله حاجة فول حريتي اعمل لك. سامع، شايل لك واحدة اهي اهي اهي، قولها خلاص ما بيعملش حاجة. انت موت. طب ايه دي عليا وعلى ستين مكتبة؟ انت يا ولا، انت يا زفت، وحياة امك وحياة امك، ما انا مخليك البلد. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت بلوى؟ انت ما بتحسش؟ طول النهار ماسك مفك قاعد تخور لي في الحاجات لغايه ما هتخليها تبوظ. كل حاجه دي باظت. انت ايه يا اخي؟ معلش يا بابا، مش هعمل كده تاني خلاص. وديني وما اعبد، لو انت اشوفك تاني ماسك مفك ولا ماسك جهاز تاني انا هرميك في الشارع، انت فاهم؟ لا، من ناحيه دي اطمن. اطمن على ايه؟ لان مفيش ولا جهاز باقي علشان ابوظه، كله باظ بصراحه. كله باظ؟ يخرب بيت شيطانك. اعمل لك ايه؟ الكاسيت باظ، والسخان باظ، والمروحه باظت، امال ايه تاني؟ انت اللي بوظته. قولي الوكمان عملت فيه ايه الوكمان؟ صراحه ما عرفتش، كسره فرميته في الزباله. رميته في الزباله؟ اعمل فيك ايه؟ انت عايز تموتني وتجيب اجلي. شر عنك يا بابا، بعد الشر. حبيبي يا ابني. طب هو ينفع نص جنيه اشتري مصاصه؟ نص جنيه في عينك مصاصه تقيله انت. لا، انت لازم تترمي في الشارع. عارف ليه؟ عشان تعرف قيمه البيت، عشان تحافظ عليه وتعيش فيه كويس، انت فاهم؟ لا والنبي يا بابا، حتى ده انا عندي 8 سنين، يعني خليني اقعد سنه كمان. انت عايزني استحملك سنه كمان؟ انت هبل ولا مجنون؟ عشان السنه الجايه اجي الاقيك شايل لي حلقان البيبان وتقول لي حلقان البيبان باظت؟ هو حلقان البيبان اغلى مني؟ اه طبعا، لانها خشب زان. انت فاكرها ايه؟ خشب موسكي؟ بقول لك ايه؟ اطلع بره. طب اصلح لك الغساله واقعد. بقول لك ايه يا عبد العزيز، انا عايز اقول لك حاجه يا ابني. العلاقه اللي بينا انتهت، ما عادش في عيشه بينا، لان كفايه قوي اني استحملتك 8 سنين متواصل. 8 سنين متواصل؟ ايوه 8 سنين متواصل. وانا ابنك ولا بشتغل عندك؟ بعدين ده انت نسيتني بدري. يا ابني اسمعني يا ابني، انت من يوم مامك ما ماتت وهي دبستك فين؟ اعمل فيك ايه؟ بقالي 8 سنين قاعد الف على حوالين نفسي في البيت بسببك، امال لو قعدت 12 سنه هتعمل فيا ايه؟ بقول لك ايه؟ اتفضل اطلع بره، وانت ما ينفعكش الا الشارع يا عبد العزيز، انت فاهم؟ يلا الشارع يا عبد العزيز. طب انا عايز النص جنيه بتاع المصاصه. اوت. انت جبتها منين دي يا بابا؟ انا بقول لك اوت. ده انت بتشتغل كونسرت. عموما نو بروبلم. نو بروبلم؟ امشي يلا اطلع بره. بابا. نعم يا حبيبي. نص جنيه بتوع المصاصه. امشي يا ابني.
بس يا رب بعد اللي ابويا عمله معايا. انا عايز اشتري مصاصه. انا حاسس وهي ساعتين ثلاثه كده وهيعطف عليا. مش معقوله يعني اب هيسيب ابنه وهو لحمه طريه زي. تمام. ايه ده انا جعان قوي. ايه ده يا ست نجوان؟ ست نجوان ست نجوان. ايوه ست نجوان. ها فين الاكل قلتي لي هتعملوه؟ حاضر 10 دقايق. ربنا يخليك ست نجوان. ست نجوان. ايوه ست نجوان. النبي حطي لي مخلل وترش عشان بحبه مالك. حاضر عينيا. ست نجوان ست نجوان ست نجوان. النبي العيش قمريه شويه بس على اللي بحبه متسخن. الله يخليك ست نجوان ست نجوان ست نجوان. والنبي ربع رغيف بس عشان انا عامل دايت. شكرا. حاضر. تجيبيش كتير يعني. حاضر. شكرا. الحمد لله الحمد لله. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه فين صينيه الكنافه اللي قلتي لي هتعملها لي؟ 5 دقايق وهحضرها لك. حاضر. ربنا يخليك. ابله سلوى ابله سلوى ابله سلوى. ايوه عايز ايه؟ النبي لو سمحتي زودي العسل شويه عشان بحب العسل كتير على الكنافه. طيب يا اخويا. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى يهو قبل سلوى. في ايه؟ ونبي يقطعها لي حته من اخر الصينيه المقرمشه دي عشان بحبها. ماشي. شكرا قوي. حاضر. قبل سلوى قبل سلوى. في ايه؟ ما انا واقفه اهو. نبي بعتي لي معاه ميه عشان ساعات العسل بيحشرك في زوري من الكنافه. حاضر حاضر يا اخويا. حاضر. شكرا قوي شكرا قوي. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. ايوه يا ابني. عم بيرم. ايوه يا ابني. بتعمل ايه؟ بتكوي القميص بتاعي ولا نسيت؟ عم بيرم بتكوي القميص ونازل اهو. ربنا يخليك. شكرا يا عم بيرم. العفو. الله يخليك. عم بيرم عم بيرم عم بيرم. النبي انا بص يعني وانت بتكوي حط بودره عشان ممكن يتلسع ولا حاجه. احط بودره. حاضر. شكرا. حاضر. عم بيرم عم بيرم. النبي يعني خلي بالك التطبيقه بس ما تنعكشوش. الله يخليك. ما انا داخلك من هنا اهو يا ابني. شكرا عم بيرم. شكرا عم بيرم عم بيرم. وانت بتبخ والنبي ما تبخش ميه كتير عشان ساعات القميص بيطلع مندي كده. حاضر حاضر. شكرا. شكرا. حاضر. شكرا. ربنا يخليك ربنا يخليك. ايه ده ابويا اتاخر ليه كده؟ ده اتاخر دلوقتي فوق ال 15 سنه. ملوش حجه لا مواصلات تعمل كده ولا الزحمه ولا اي حاجه. عم بيرب عم بيرب عم بيرب. القميص وصل. متشكر قوي. العفو. ربنا يخليك عم بيرب ربنا يخليك. متشكر قوي. ابويا فين؟ كل ده تاخير 15 سنه. بابا 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 بابا. السلام عليكم عمنا. عايز اروح شارع عبد العزيز. هو ده شارع عبد العزيز. عايز نمره 15 قدام. شكرا. يا رب بارك في البضاعه الصيني 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 الصيني. يا رب ولا ماركه تانيه تتباع الا الصيني 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 الصيني. يا رب المخازن مرطرطه بضاعه كلها سين 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 سين. حبيبي 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 حبيبي. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا جوده مش فاهم؟ مش كذا مره بتيجي تلاقيني اعمل الطقوس الصين عشان البضاعه تتباع؟ ادعي معايا يا رب بيع لنا كل البضاعه السين 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 السين. كل الماركات تقف الا السين 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 السين. بس ما تدعيش ما تدعيش. السين السين السين. ايه اللي جرى النهارده؟ ايه اللي جرى يا جوده؟ مفيش اي حد دخل علينا لا بتلاجه ولا بغساله ولا بمكوى ولا ميكروويف. هو في ايه؟ لا مفيش مفيش. احنا اتحسدنا. اتحسدنا؟ لا احنا ما اتحسدناش. انا عارف دي مؤامره دنيئه لكل اللي بيتاجروا في الادوات الكهربائيه. انا عارف. انت عارف يا واد يا جوده انا اتولدت في الشارع ده. اول جهاز فكيته وبوظته وصلحته كان هنا في الشارع ده. اول مره اتقبض عليا يعملوا لي محضر واتضرب على قفايا كان في الشارع ده. وبعد كده كلهم اول ما لقوا الشارع حاله ماشي جم فتحوا وعملوا فيها معلمين وفتحوا محلات. لا بس في الاخر في الاخر لا يصح الا الصحيح. لا يصح الا ما تشوف حاجه تخرج من التوريطه بتاعت السين. اي حاجه بنفس المعنى. خلاص لا يحق الا الحقيق. لا يحق الا الحقيق. ما تكلمش يا بصراحه بصراحه قد بحب بتحن بتحن للزفت.
بقول لك ايه، انا حاسس ان احنا في حد يعني بيحاربنا، بس مش مشكله، احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله، وكل البضاعه اللي عندنا هتتباع. اللي هي البضاعه ايه؟ السين سين 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 سين. يا رب بارك في البضاعه. سين 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 سين. يا فاشل عرض الكهربائيه. تفتكر الشتيمه دي مين يا واد، ومين هو عرض الكهربائيه؟ لا مش احنا، مش احنا، ده محل من المحلات اكيد بوظ لها الجهاز، ما انت عارفهم نصابين. ايوه فشله ومتاخرين، بس احنا مالناش دعوه، احنا بتوع ايه؟ سيني 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 سيني. يا رب خلي. اه يا نصاب يا فاشل، واديني ما انا سايباه. انا ولا انت؟ ايه ده ايه ده الكلام ده ليه انا؟ لا يا مدام انت غلطانه في العنوان، غلطانه، انا لا فاشل ولا صايح. انا ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ ده انت فاشل وستين فاشل كمان. يا جماعه انتوا ليه دايما تقولوا لي الناس تقول عليا فاشل، مع اني اهم من كده بكتير. هو انت في افشل منك؟ ليه انا عملت لك ايه؟ الشاكوتي بتاعي لسه بايظ. ايه الشاكوتي بتاعي؟ ايه ده، دي انا فاكرها غلطت اول مره. الشاكوسي بتاعك حضرتك مسموش شاكوسي، ده مش موضوعنا، انا مش هربيك من اول وجديد، لكن 100 مره قلت لك ان الشاكوسي مش نافع مع السباكه اللي عند حضرتك في الحمام، وانت مقاوعه. اعمل ايه وانت مالك؟ انت مالك؟ لا اله الا الله يا ستي يا ستي. وبعدين مش لازم شاكوسي، يعني ايه عايزه انعاره؟ ما تتنيله في اي دش وخلاص. انا مش فاهمك بصراحه، فلوس واديني محاسبك. يا لهوي انت صوتيني ليه يا خرابي؟ في ايه يا ولاد؟ يا نصاب، هو انا بوظت لك ايه؟ الشاكوسي. لا ده واضح ان هي بتحب الجمله كده، فاهمني؟ هي مش عايزه تستحمى فيها، هي بتحب تقول اسمه غلط. اجربها لك؟ اجربها لك. بص يا مدام، بص يا مدام، احنا اول حاجه هننقذ الموضوع، حنفيه السخن هنوزيها مع التاني عشان الاثنين يوصلوا لايه؟ للشاكوسي. شفت؟ شفت هي؟ الله 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 الله. ايه يا ابو عزيزه فاشل، عامل علاقه ليه انت والتعويذه اللي معاك؟ هو كل يوم خناقه ولا ايه؟ صبح وظهر وليل وبين الوجبات في ايه؟ يا ساده ظريف، وانت مالك؟ ايه اللي دخل علينا ده؟ بتاع الثلاجه اللي في المحل اللي جنبينا. صدق بالمل. يلا عايز ايه؟ وانت يا حلو، انا مش قلت لك تعليلي من الاول؟ رايح العب عزيزي الفاشل؟ ده هيسرق الزبون. يا نهار اسود، لو سمحت لو سمحت الزبونه دي بتاعتي. لا بقول لك ايه، احنا نروح بقى على الاسم والظابط مش هيدوا على الكلام ده. قبل الاسم اثبت لك ان الزبونه دي بتاعتي، وبقى انا بتعامل معاها. اوعى ايدك، مش حضرتك تتعاملنا مع بعض، وبالاماره بوظت لك حاجه مهمه في عندكم. اسمها ايه؟ الشاكوسي. سمعت؟ انا بوظت لك الشاكوسي. اه والله انا مش رايح اسم، لان في حاجه مهمه قوي، انا مستني ابويا بقى لي 31 سنه، المفروض انا مشيت وهو جه في الثانيه دي، اعمل ايه؟ ابوك بقى يا حبيبي لما يجي يبقى يجي يضمنك من الاسم ان شاء الله. طب يرضيكي، بعد العمر ده كله يجي اول حاجه يعملها يضمنني في الاسم، وكل ده عشان ايه؟ وانا بوظت لك حاجه؟ بوظت لك ايه؟ ايوه الشاكوسي بتاعي، حرام عليك. عشان انت بتضحك على ايه؟ انا مش رايح الاسم، واللي عندكم اعملوه. لا هنروح الاسم. هنروح الاسم. مش رايح الاسم؟ اه. طب واديني اللي لبسك قضيه تحرش، وجيرانك هم واقفين وشاهدين. شاهدين ولا مش شاهدين؟ اه تحرش. انا اتحرشت بيها؟ اه خلاص، طالما اتحرشت التحرش بقضيه اتحرش بقى بيها. اه ما تحترم الرجاله اللي واقفه. انت راجل واحد، انت بتكتر نفسك ليه؟ انا هاجي معاكم واللي عندكم تعملوه. يلا. انا عارف انا مين، والشارع ده كله يعرف انا مين. ولا اعمل التعويذه عشان الرزق يمشي. اه لحد ما اجيلك، اتفضل على الاسم. بس قبل ما نمشي النبي، انا بوظت لك حاجه. الشاكوسي. الشاكوسي. يلا يلا رامي. يا يب يا يب، احفظ المحل اللي كله السين 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 السين. تمام يا فندم. نعم يا باشا. يا باشا الراجل ده بوظ لي الشاكوسي. بوظ لك ايه؟ بوظ لي الشاكوسي. شاكوسي؟ ده فندم ست مختلف يا فندم، في حاجه اسمها اصلا اسمها شاكوسي حضرتك؟ دي ست انا اكتشفت ان هي اللي عندها حمام ولا بيت اصلا، ومهموسه مهووسه بموضوع الشاكوسي ده، والراجل ده كذاب وبيقول شاهد على اي حاجه، وهو ما بيشهدش في الحقيقه ابدا. انا مظلوم حضرتك، مفيش اصلا قضيه. وبعدين الجو دوت، انا لا صيني ولا حاجه، انا راجل عادي، بس انا بشتغل في المنتجات الصيني مش اكتر يا فندم. ده عبد العزيز اشهر واحد في البلد بيبوظ الاجهزه. انت عبد العزيز اللي بتبوظ الاجهزه؟ لا وبعرف اصلحها يا فندم. سمعتي سمعتي بصلح. اتفضل يا عبد العزيز. اتفضل. ايه هو ده؟ اوعي هتشوف دلوقتي ايه هو ده. ايه اصله ده؟ اتكلم بقى مع الضابط. تحت امرك يا فندم. اسمعني كويس يا عبد العزيز. تحت امرك يا فندم. انا العقيد سمير عبد الحميد، ضابط في جهاز حساس في الدوله، واحنا عايزينك في مهمه رسميه وخطيره جدا جدا جدا. اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل يا عبد العزيز. اقعد يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بص يا عبد العزيز، ايوه احنا اكتشفنا جهاز تجسس خطير جدا مزروع هنا، وعايزين يتجسسوا علينا، واحنا اكتشفناه بصعوبه بالغه وعايزين نبوظه. حضرتك انت بتهني بسمعتي، انا راجل بصلح وراجل اسطف. شوف ايه بيبوظ يا فندم؟ انا عمري ما بوظت حاجه يا عبد العزيز. هم لسه بيسمعونا لغايه دلوقتي وبيشوفونا من خلال الجهاز ده.
حضرتك انا لو بوظته تشهد لي ان انا بعرف اصلح عشان اكل عيش ما يقفش. حاضر يا عبد، ربنا يخليك. اتفضل يا عبد العزيز. اكيد حضرتك سمعت عني واللي وصل لك السمعه حاقد وقال لك بيبوظ، بس انا بذمتك ببوظ حاجه؟ اه بتبوظ. ببوظ ايه؟ بوظت ريشه كوس. الله يقطعك انت والزفت بتاعك. اهدي شويه يا ماما. يلا يا عبد العزيز. يعني انا بوظ يا فندم؟ طبعا يا عبد العزيز، عايزين نخربه يا عبد العزيز. حالا حالا. شربه لنا يا عبد العزيز. بس اديني شهاده من الداخليه ان انا قصة وبعرف اصلح عشان سمعتي. عبد العزيز. اتفضل يا عبد العزيز. طب ممكن شويه تشجيع عشان ابوظه؟ حاضر عينيا الاثنين. يلا بوظه يا فافي. يلا. يلا يا فاشل. بوظه يا غبي. بوظه يا عبد العزيز. يا عبد العزيز يا غبي. بوظ الجهاز. يا جماعه يا جماعه اهدوا. يعني التبويظ ده الطريقه ديت بتاعه التشجيع السلبيه انا ممكن اطوره اكتر. انتوا لو قلتوا لي صلحوا صلحوا لوحدي هبوظ. انا عبد العزيز هنشجعك تشجيع ايجابي. صلحوا يا عظيم، صلحوا يا عبقري. يلا يا نبي. صلحوا يا كبير. وصلت لايه يا عبد العزيز؟ وصلت لايه يا عبد العزيز؟ ها يلا يا صلحوا صلحوا يا عظيم. انت نبغى يا عبد العزيز. انت نبغى. الجهاز باظ يا فندم. جهاز باظ. خد مني مجهود رهيب رهيب رهيب. الحمد لله الحمد لله. دي موهبه من عند ربنا حضرتك، يعني انا بشكر ربنا عليها. بس والنبي ما يعني تاخدنيش في بالك انها مبوظاتي، بس الحمد لله ربنا يخليك. متشكرين جدا جدا يا عبد العزيز، وعمرنا ما هننسى جمايلك دي في تبويظ اي جهاز في البلد. اي حاجه حضرتك محتاجها في البيت في الشغل انا احسن واحد بشتغل في الاجهزه ومعروف عني ده. عينيا يا عبد العزيز. ربنا يخليك. بتؤمر انا ليه عند حضرتك طلب؟ اتفضل يا عبد العزيز. انا ليه جار تاجر بيغلس عليا وبيسرق من الزبائن، مش ده غلط يا فندم؟ طبعا. ولو قلت لحضرتك عليه مش ممكن حضرتك تتحفظ عليه فورا؟ اهو الراجل ده. الراجل ده علي. يلا بره من هنا. يلا 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 يا حبيبي. يا باشا انا كمان بعرف ابوظ. يلا يا بابا. يلا يا فندم. يلا يلا غرف داهيه. امرني يا عبد العزيز. انت مضايقني في الشارع ومضايق عليا ومضايق عليا رزقي. اعتبره مش موجود يا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم. حاجه ثانيه معلش. عيني. انا ظهرت في حياتي فجاه كده واحده ست كانت عنك مجنونه. عاوز مجنونه متخيله انها عندها جاكوزي كويس، وهي من يعني واضح انها يعني غلبانه فمجنون شاكوزي. الشاكوزي هي هبله في النهايه. أيوة. وكل شويه تجيلي تتهمني ان انا رحت بيتها وبوظت لها الشاكوزي، فبعد اذن حضرتك ارحمني منها. قول لي القعده. بص انا هسيبك. هو انا بوظت لك ايه يا مدام؟ الشاكوزي. شوفي الشاكوزي. حجزوا الست دي هنا لو سمحتوا. يلا قول لها انتوا عندكم جوه عندهم شاكوزي جوه تنبسطي. هتبقي في شاكوزي هنا يلا. عندنا يلا حضرتك اتفضلي حجزوها عندنا. يلا حجزوا زغراتي للشاكوزي. يلا مع السلامه يا عبد العزيز. فن ربنا يخليك. الله يخليك. عندي سلامه عبد العزيز. شكرا. الله يخليك. سلامه. اصحى يا باروخ. باروخ اصحى. انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده يا ساتر يا امي. انت ما بتناميش؟ ايه ده البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى. ده القبطان القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله. كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه. تفك التكشيره اللي على وشك دي، دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام كل الام يا امي. كل الام. حاسب حاسب. تعبان تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ بتقولي قولي وانا اريحك. فروه شعر الخشنه يا امي. كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفعلي ثلاثه ساخ. مزين وثلاثه ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما بتكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص. اجيب لك منين انا الثلاثة سنة؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوكي يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس. طلعي بقى. انا غلطانه انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مشحططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا ان في ارض ميعاد. كل شويه ارض الميعاد ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني؟ هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما.
في عرض البحر في نهاية الأسبوع ويفهمونا كل حاجة. ما تقلقيش، بس انت طلعي شوية فكيها بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا أم باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الآخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاتنين شركة فيه وانت سرقتيني وخدت نصيبي. برضو بتجيب لي سيرة الفلوس؟ قلت لك سيرة الفلوس دي بتنرفزني، بتجيبني سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حق. ان شاء الله لا مش هموت ومش هتاخد حق. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبة يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعة سماسرة شافولي حتة ارض حلوة قوي بتبص على ميدان جهينة، تحفة، ممكن نصورها ونعملها أرض الميعاد، قريبة جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. أرض الميعاد؟ لا ماليش دعوة. مش تيجي معانا أرض الميعاد؟ لا هقعد في بولاق. تقعدي فوق؟ يعني أنتِ عاملة الهيصة دي وراكبة مركب ومش شحتاتة ومش هتيجي أرض الميعاد يا بخيلة عشان بخلك؟ براحتك، براحتك، أنا زهقت خلاص. إيه ده؟ مش تفتح؟ قلبي اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وساره ومزراحي وربني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفه، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب يا قاضي ليشع. بكرتوف يا باروخ. بكرتوف؟ تشربوا حاجه؟ تسلم يا ابو الكرم، انا سارق من امي 3 سياخ. طب اقول لكم ايه، انا معايا كنزايه سايبها عشان لو امي جات لها كومه السكر الحقها بيها. تشربوها؟ نشربها يا سيدي. مش عاوزين مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجه مهمه يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعه، انا موافق اعمل معاكم اي حاجه، بس على شرط بعد القعده دي تروحوا كلكم تعملوا لحمين، انا هرجع بصراحه. سمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. انت هتشتغل في المخابرات الاسرائيليه. بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطه، دم يا تفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للضابط اللي هيدخلني في المخابرات وتروح له. ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت؟ لا انا عايز ارمي نفسي في الدنيا. تعالى هنا يا باروخ. اصل المفاجأة. بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له دول بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. إيه؟ لا يا ربي، أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده بنت دي مخابرات، البنت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي أما أتأكد منها. أما خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات يعني. أنتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا أنتوا آخر ناس ولا إيه الموضوع؟ أوامرك أدون ليشع. يا نهار أسود، دمي بقت عمي. دي مش الماما يا باروخ. أمال دي مين؟ المستاذ الإسرائيلي بيني وبينك. خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انتي ماما؟ I am Brigadier Shimon Sharon Netanyahu, قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش، أنا آسف. يعني حضرتك راجل ذكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن.
انت عارف انه عنا اكتر الاجهزة الامنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر. احنا عايزين نزرعك نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في انا مش مظبوط، انا حاسس اني بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شو قامت داري داري الدموع داري، هو ده؟ ايوه سمير الاسكندراني داري العيون داري عميل المخابرات المصريه. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا بارون؟ بنقول لك راجل مهم في المخابرات المصريه من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح فين؟ لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده هو ده بروخ بخبيخو. انت بطل. تحت امرك تحت امري كمان. قصدي يا ست الباشا انا اسف. احنا ما بنعزلش يا باروخ. ولا انا بس من حق اتلخبط من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا مطر. اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ فطر وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر. رايح فين يا باروخ؟ مين اللي قال ان الزمان ملوش امان يا عين؟ دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عين. يا شوق يا مداد داري الدموع داري. يا شوق يا مداد داري الدموع داري. عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان نرتاح من تولعلي. مين؟ ماما؟ الباشا عم المخابرات الإسرائيلية. وطي صوتك. حاضر حاضر. ودينا في داهية. أنا أصلا بحب حضرتك، أنت قدوتي، أنت قدوتي في الموساد الإسرائيلي. بس شد حيلك، إحنا وراك. أنا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا، وإن شاء الله شرف سعادتك في المخابرات. أوكي أوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جتك نيلة هتودينا في داهية. كل يوم اعمل كده، ولا حد بيسجل لي ولا حد بيصور لي ولا حد حاسس بيا اصلا.
الحاجة الوحيدة اللي معلومانيش ان انا افتح البتاعة دي. تيت تيت العميل، تيت تيت العميل يتكلم. الساعة 12 وربع، واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير، ارخم عيل شفته في حياتي، كانت مودية الحمام وفي ايديها تلات مناديل ورقية ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية لمحسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكو وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري؟ زودوها شوية، في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجة. تيت توت توت العميل، توت توت العميل يتكلم. الساعة 11 إلى 5 الأستاذ سمير الإسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وصرح بيه السكسوكة بتاعته. الناحية الشمال الضيقة بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسورة، الناحية اليمين كانت سليمة بنسبة 100%. شفتوا؟ شفتوا دقة معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما يأكلوش عيش، مش عارف أجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجة. توت توت تات تات العميل، تات تات العميل يتكلم. أول امبارح التلفزيون المصري زاع النشر 9 3 مرات وما جابوش سيرة إسرائيل في ولا واحدة، وأنا شايف إن ده تمويه بيحسسوك إن أنتوا مش في دماغهم وبعد كده ياكلوكوا علقة موت. شفتوا دقة المعلومات للعميل بتاعكوا؟ بتدفعوا 40 شيكل في الشهر، فكوها شوية. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص. وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه ودي خطر على الترومبه. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شيكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه انا زهقت. هو ايه اللي توت وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه، اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه وانا المناديل الورقيه. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه يا بروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بروخ، يا بروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تنفدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص عمليه بروخ انتهت، باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفاجأة. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضرة الضابط، البهوات هم اللي مجنديني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصرية، العقيد يوسف شعبان، الرائد نادية الجندي. والمطلوب؟ تتفضل معانا على البوكس. على فكرة يا حضرة الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكوا، بس هتدوني كام؟ هنديلك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حبيبي. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. البوكس ماشي موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا؟ بس يلا بقى يا مرشدي، السرغة هتنشف. طب بالإذن يا باشا كده علشان الزبون استعوان. يلا سلام سلام.
لا مؤاخذة كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجة. مساء الخير. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه انا, ليه أنا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ طب ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي في مشاكل ولا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ اه بقالي فتره اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمه لي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا انت تقريبا ده يعني احنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا أكرمنا بالموضوع. يعني مش انت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك أبويا الله يرحمه كان بيطلع له في كورة هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف، بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي وبي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي، لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا، تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع، خد عندك فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش، ابتدوا يكلموني بتعمل الشعر ده ازاي يا جماعه، احلف لهم والله ما بايدي محدش بيصدق. بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيتك. انا مش عارف ابدا منين بس لا يعني. لا لا تبدا ايه، هو تعمل كده؟ لا لا ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار، يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته. ايه ده، شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها لا لا بقول لك بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس. ماشي يا باشا. لا يا باشا ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ اه انا بص الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مين بعد كده؟ هو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. هنعمل ايه؟ المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت الله يخرب بيوتهم. معلش اتفضل. ده لسه حسابك عند ربنا. استنى اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه، مش عارف مقص ولا مك. يا سلام. ايه يا الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه يا حضر الضابط؟ انا اللي قلت لك انا جنبه، مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين. ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا 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 تحت امرك. مع السلامه. بص رغم ان انت يعني بشع لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا. اهلا اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدي اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده ليا شوق كده اشرب من دمه. نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد
انا متعقد من الواد. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي، اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد، انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة الواد البرد ده. ثواني. بسرعة. ثواني يا باشا. خش يلا اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم ارجوك انا بتاذي سوري. يعني ايه يا حبيبي انت؟ اهو مين اللي اذن لكم انكم تربوا شعر صدركم؟ ايه بلد سايبه يا حبيبي ولا ايه؟ محمد امرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا بسرعه. حاضر يا باشا. قدامي. وانت راجع هات لي مكوه الشعر معاك يا محمد. لا ارجوك يا فندم اتوسل اليك الا مكوه الشعر. انا ممكن انتف شعر صدري قدام حضرتك شعرايه بس المكوه لا. مش عايزك تجيب سيره شعر صدرك قدامي. انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ انت مش عارف ان انا اجرودي هاد ولا ايه؟ سوري والله اول مره اتشرف بفتحه قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك سامحني سامحني وخلينا روح. عايزني أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم. وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي، عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده يطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة؟ حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم. تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت يا فندم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مره انا اجرودي. يا محمد بلاش محمد حبسوني على شعر صدري. يا مصيبتكم ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟ بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم اموري، احنا جايبين لك دعوه VIP لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره.
كوكب ايه؟ الدكورة. انت اسمك ايه يا اخ؟ خالد. في حاجة؟ لا مفيش حاجة. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجة ما اقدر اعملها؟ بص يا ادهم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدولة هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادهم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحلة الحرجة اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحة قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يا ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوة يا لا مكوة ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات خلي مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابه، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة. أنا مش فاهم إذا كنتوا رجالة وأنا نسوان، كوكب عجيب يعني. للأسف إحنا دورنا في جوجل على مين أكتر حد عنده هرمونات زيادة، واكتشفنا إن بسبب شعر صدر حضرتك أنت حطمت الرقم العالمي الهرموني. أنت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم. ربنا يخليكم، دي حاجة بسيطة يعني، وبصراحة يعني أنتوا ناس ذوق وأنا عايز أعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا أنا بحس بالنعمة اللي ربنا إداها لي مرة كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلت الحاجة تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ يدفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما يكونش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تبقى 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. ألف لفة حوالين النسوان ولا الرجالة اللي أنا مش فاهمهم دول وأديلك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامة بقى، أنا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي، هو أنت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. إيه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشرة. مبشرة؟ ده أنا مش شفتلكوش راجل من ساعة ما جيت هنا. هنوريك الرجولة دلوقتي. إيه هتمشوا لي شعر صدري؟ ده أنا أقطع رقبيكوا كلكوا. أوعى على بس استقبال. أوعى ولا أنت وهي. يا نهار أسود. راح فين؟ يا نهار اسود، هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح، يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسارتك، خسارتك يا ادم، يا خسرتك يا آدم. خدتوا شعر صدري يا كلاب، يا كلاب. بصراحة أحسن، ده كان أوفر، كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم أصحى أسرح شعري وأسرح شعر صدري، كنت بكسف أنزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي، شعر صدري بالزفت. أيمن
ايه ده؟ احنا فين هنا؟ ايه يا دكتور؟ انا متهيألي ان القتيل بلع بالونتين ودبدوب قبل ما يقتل. بالونتين ودبدوب؟ قبل ما يقتل. الجثة دي اتنقلت من مكان الجريمة الأصلي، بس أنا هوصل. كلاشينكوف 819. حاسب يا فندم. كان شرس. أسلحة دمار شامل وعنيف. بس عايزك تتماسكي وتتمالكي اعصابك شويه علشان تجاوبي على اسئلتي كلها. انا يهمني اعرف مين اللي قتل ابن حضرتك ومين حط الدبدوب في بقه. تعرفي ايه عن الدباديب؟ الحقيقه انا عمري ما تدخلت في دباديب ابني، بس اللي عايزك حضرتك تعرفه ان ابني اكس ما كانش طفل عادي، كان بطل. بطل في الدباديب يعني؟ بطل حضرتك بتستهتر بكلامي لي. ايوه كان بطل، ومن عيله كلها ابطال. ابطال؟ طب يا ريت تحكي لي كل حاجه عن اكس وعن عيلته، ولو في دباديب في السكه كده جت احكي برضو عنها. للاسف ما بقاش في دبدوب واحد. اكس كان جده الكبير قائد عظيم، اظن حضرتك سمعت عنه، القائد مدحت الاول. مين مدحت الاول؟ هاتوا الزفت ده. يلا يا مدحت. حضرتك مالكش مدحت ايه؟ لان في اربعه مدحت في الدفعه. يلا يا مدحت ما تستهبلش. يلا على فين حضرتك؟ يلا عشان عندنا حرب. حرب ايه ونيله ايه في الجو النار ده؟ ده انا مسلخ من تحت الحاجات البلاوي دي. استنوا الويك اند، قالوا الجو هيبقى لطيف. يلا يا مدحت مفيش وقت. ارجوك لا، نفذ الامر يا مدحت. ارجوك ارجوك عافيني ارجوك، انا بخاف، بكره الصحراء وبكره الحصنه، وبعدين السيفتي ايه جدا جدا، والبتاع دي معصباني. ارجوك عافيني، نفذ الامر يا مدحت. حضرتك انا دخلت غلط، انا كنت كاتب في رغباتي فنون جميله، اقسم لك بالله. انت مطلوب بالاسم. انتوا عندكم 4 مليون جيبه، اشمعنى انا ابو السيده؟ انت مشهور عنك الدهاء والذكاء. بالعكس انا غبي غبي جدا. ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. وانا خطيبتك، ارجوك عافيني عافيني. يلا يا مدحت بقى، يلا انت اشطر واحد. اقنعي واختار حد غير من فضلك. يلا بقى اتفضل يا مولاي. مساء الخير. قالوا لي عنك حكايات واساطير. كل اشاعات، اقسم لك كل اشاعات يا فندم. ايه الكلام ده؟ قالوا لي عنك انك محارب. يا فندم محارب ايه؟ انا اصلا مش مقتنع بالفكره، سوري يعني، خلينا نتكلم فير. ازاي احنا نترمي في المعركه عشان حضرتك تدافع عن العرش؟ عرش ايه؟ مش لوجيك الموضوع، سوري. ايه الكلام ده يا عسكري؟ سوري يا فندم. نفذ. حاضر يا فندم. نفذ يا فندم. حاضر يا فندم. سيب بس. نفذ. سيب لحضرتك حاجه من يلا مقتنيات الدوله بس. يلا. حاضر يا فندم، بقى عصبي قوي. يلا. الفت، هات البنات وتعالي ورايا. حضرتك يا فندم متأكد ان انا هروح للراجل ده؟ اوكي اوكي، حضرتك قائد يعني مرتاح وجندي من جنودك رايح للراجل ده؟ طبعا. اوكي مرسي، كان نفسي اسمع الجملة دي، مرسي قوي. يلا. ألفت. بس بس. أيوة. اوكي. يلا يا مدحت، يلا يا بطل. لا حضرتك مش محتاج ان انت تزوم، يعني الحاجات دي خليها للناس التافهه. انت بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا ساتر يا رب، ايه اللي يا ما تحصلش الا النهارده. اوف، تقلبات تقلبات تقلبات. ايه ده؟ هجوم.
كانت جينات البطولة لفرع العيلة اللي كان في ألمانيا إبان الحرب العالمية الأولى. هو إكس ليه أصول ألمانية؟ أوهو طبعاً، هم أصلاً من جلاندبروخ بيختيه، وجده الكبير الرادي فالر كان له صوالات وجولات في الحرب العالمية. رودي فولر كان لعيب كورة، تشابه أسماء. ريال ايه والدنيا خربانه بره؟ يا عم اسكت بقى، يعني احنا لو قفلنا التلفزيون الحرب هتقف فاضي يا دلت بقى. وادرس القوي ها يا دي بوزك البحر والنحس او زفت القطع. شفت مش قايل لك الاريا اللي انت جابه خربانه حلواني؟ اطلع على اللي عدله بسرعه يلا. لا 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 لا، لازم تعمله الطيف قائد. لازم اعمله انا؟ اه امنه ظهري. ماك اخبار بره ايه؟ الجيش منتشر تمام؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله. الجو حراوي النهارده. ايه ده فيها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده حلواني. وانت تبعنا من الجيش بتاعنا؟ ايوه. طب شوف اسر سافر امشي ده منه. بس ده تبعنا. ايوه بدل الواد ابراهيم عليه 200 جنيه خلصنا حلواني. يبقى يلا يلا قص ده رب. الجيش منتشر ها؟ كله تمام يا جدع. عندي اول حرب ليا ومش العب ايه اللي حصل يا حلواني؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل احنا بنتهزم ولا ايه؟ بنتهزم مين؟ ده احنا متقدمين. متقدمين ايه؟ امال هتاكل الاسمنت دي جرافيك ولا ايه يا حلواني؟ يا جماعه الحرب اللي فاتت امي واختي وبنت خالتي وبنت عمتي وكل الستات اصحابهم ماتوا. دي ما كانتش حرب، دي كانت حنه يا حبيبي. ابعد ياض ابعد ياض. انت رزق معانا ريال معانا ريال معانا ريال. الله الله الله. وده كمان يا نهار اسود دلوقتي سايد. انا ب 60 داهر انا نصاب. حط الاريال فين؟ هنا يا قائد. ما تقوليش قائد، دي ما بحبش الكلمه دي. ماشي اطلع ربيع. يلا حاطط السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ السلك فين يا حلواني؟ ايوه قاعد افتكر لحد ما يجي لي صاروخ في اورتي. اخلص افتكر ربيع معانا ريال معانا ريال. حاضر توكلنا على الله غطوني. ها يلا شيلوني وحدوني. ايه يا عم انت بتشيان، انت بتفاول عليا يا حلواني. ارفع حوتها ارفع وحدوني. خرب بيتك حلواني، 100 متر سلك. ركز معايا انا حلو. ايوه ركز عليك شويه. انت كمان جايب بصوره طريه قوي حلواني في وسط الحرب. ها ايوه حلو قوي. اثبت على كده. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حلواني. ايه الاريال ده؟ انت عدو؟ عدو ده كلام برضو؟ مع عدو ولا الشيطان؟ لا ده احنا حلوين قوي كل ده. اهو انت سيبك من الحرب والكلام ده. بتقدم يا ربيع. ممكن نتفاوض؟ طبعا نتفاوض ونتشاور. وقبل اي حاجه كل شروطك انا موافق عليها، بس شويه بس ثانيه ننظف المنطقه عشان التفاوض ده لازم يبقى على رواق. صح ايوه كده شكلك شقيه حلواني. انا خاين. الله يرحمك يا روجي يا فولر ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك. كان بطل بطل بطل. أنا ما فهمتش حاجة من الحواديت دي كلها. علاقتها إيه باللي حصل لابن حضرتك؟ هو أنت حضرتك بتشمر لي كمامك يعني هتضربني؟ ما أنا بتكلم من غير أي ضغوط. الصراع في كوكي بارك زاد جدا وده اتسبب في مشاكل كتيرة قوي، وأنا حذرته ياما حذرته، بس هو كان للأسف دماغه ناشفة جدا. كان بيعمل إيه في كوكي بارك؟ بص بقى انت بتعمل ايه؟ يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيتفسح ولا كان بيلعب مع الدباديب؟ كان شريك طبعا، شريك في كوكي بارك قبل ما يتقتل، والشراكه دي للاسف اتسببت له في مشاكل كثيره. حلو قوي. مشاكل كثيره مع مين؟ شكلك فرحان في المشاكل. انا هحكي لحضرتك. احنا في يوم من ذات الايام كنا قاعدين في الفيلا، لا بينا ولا علينا، فجأة طبوا علينا. حلو قوي، كل شيء بقى واضح. يعني حضراتكم
جايين وبتستظرفوا عليا وبتهددوني جوه بيتي وفي الجيم بتاعي. يهددك ايه يا اكس؟ احنا يا دوب بس جايين نوعيك. لا يا حبيبي، لا يا قمر، انا واعي كويس قوي. انتوا شركاتي انما الكوكي بارك انا اللي بادرها، فهمتوا؟ انا اللي بادرها ومش هسمح لاي حد يتدخل فيها. ولما اقول الدوده السحريه تتلغي يعني تتلغي. ايوه بس الدوده السحريه لو اتلغت هنخسر كتير. مالكش دعوه يا حبيبي، مش هنخسر حاجه. المكنه ما كانتش بتتشحن وانا مش عايز اتكلم كتير. خلصنا؟ واضح انك مش مقدر عواقب اللي انت بتعمله كويس يا اكس. انا مقدر كل حاجه واللي عندكم اعملوه اعملوه. يكون في علمك بقى ان في اشاعات بتقول ان انت عامل صفقه كبيره مع شركه كيو الصينيه. دي اشاعات مغرضه يا حبيبي انت وهو عشان يضروا سمعتي في المراجيح. يكون في علمك انت كده بتدبسنا في صفقه مراجيح جديده. اذا تدبس تتحرق تسمعوا كلامي وخلاص. وبعدين انتوا خدتوا وقت الجيم بتاعي بصراحه. يلا يا ابني هنا، يلا يا اتكلم من هنا، يلا يا احمد برا. شفت الفيديو اللي نزل على اليوتيوب لإكس قبل ما يتقتل؟ فيديو لإكس؟ نزل امتى؟ اهو لسه من نص ساعة. بص بيبي. يا ماما مش وقته، مش وقته. انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه. خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده رجلي؟ اللي رجلك ايه؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عندي شغل. اتفضل لو سمحت وسعي شويه. رجلك ايه؟ مش مقطوعه ده ركبها بالطول ده. ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت، زقيني زقيني يا بنت الصغيره، زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي. ده انا جايب لك محامي عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه. ده احسن محامي على مستوى شارعنا. ويبقى يوريني بقى هيشوف طافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو. الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرن ايه؟ عيب كده يا ماما؟ انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. معلش معلش، هي قضيه الخلع؟ ها طبعا. ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام. مش هخلعك بس يا استاذ. تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه. ها طبعا. مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ، دي قضيه خلع. يلا 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 يا استاذ، اتفضل معايا. ده هو حظه نحسي، شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ يتقابل فوق يا مدام. مين الراجل ده؟ تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع؟ ما قبل لا اقبل. ده يومه اسود، هو واهله. احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخله داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعدين عنك يا استاذ. اتفضل. ده لا مش شرطي، ده القاضي. اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب. طبعا. جهزوها جهزوها. يا سياده القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها. هذا الأب العظيم، الأب الحنون اللي كله تواضع، فممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. انا بطلب من عداله المحكمه ومن هذا الاب العظيم اللي مش موجود في الدنيا ان البنت دي تطلع في حضن امها الحنونه المجنونه. يا سياده القاضي، انا مختلف مع الام دي كتير،
لكن في النهايه يا فندم هي ام. طب اقول ايه؟ ما هي ام اخ، اقول راجل يعني. سياده القاضي، انا بطلب من حضرتك توقع اقصى العقوبه على هذه الام، هذه الام المستهتره. تخيل يا فندم انها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيره وتسهر لحد ما النهار يشقشع والبنت لوحدها. انت بتقول ايه يا استاذ؟ بنت ايه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك ايه، ابو البنت دي انا عارفه وحكمت عليه بسبع قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل قلاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقهم. يعني معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ هرجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبة المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب. رفعت الجلسة. الله أكبر، الله أكبر، الله عليك يا أستاذ، الله أكبر. مش فاهم إيه اللي خلاني كسبت القضية الزفت دي. خد من يسر. أيوة أنت تعالى ما تستهبلش. عايز إيه يا ده أنت؟ بقى أنا تخسرني القضية؟ ده أنا ورايا رجالة تبهدلك. أوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم؟ مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، إحنا عايزين نتفق. البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربة عشان ايه؟ اضربوا يا رجالة، اديله اديله حد منكي، اضربوا اديله يا كريم. انا بحذركوا حد منكي، اهدي بايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذركوا عليه حد منكي. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. تعالى الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق، انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقصه؟ رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحياة ابوك انا شايف المر ومخنوق، لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، وكلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا ده تافه انت؟ من سيفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه، اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام. ايه اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه؟ النهارده الصبح. ايه اللي حاصل النهارده الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين مساء الخير يا دكتور ناجي، لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدليه. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلاعه التواليت قبل ما تنزل؟ بلاعه التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ انا مش براقبك بس، انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه المواعين. ايوه ايوه وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك، هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه، اكتب عنه. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروح على طول وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر. بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. في حد بيتقابل؟
تهدد بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي، يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. اؤمر يا فندم انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. اؤمر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل حاضر. يا نعمه يا نعمه، ما تفتح يا اخويا. ايوه فندم، ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير. تعالي تستظرف معايا. حاضر لو سمحتي. مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. اسفين. ايوه يا بيه، ايوه حاضر، اوصل لها لو تكرمت يا ست. لو تكرمت. حاضر. وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه؟ ما نشوف اخرتها. يا اخوانا فين نجوى باديكير؟ يا نجوى. مين؟ ما تقولي ان انت هنا. ما تقول اهلا. تمام، الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم، الهدف ورايا. قولها المبرد اللي معاها ده مش بتاعك. فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك، بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص. سين. اوكي كده فهمت. اوكي حاضر، مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام، معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده، وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبه، نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تنطش من سنه 88. 88. عن اذنك. لا براحتك عادي. يا نهار اسود، انا راجل محامي اقعد القعده دي ولبان وشعر ونيله. يا رب والنبي اخرتها ايه؟ استرها معايا. نعم. صدق ان انت راجل تافه. وحياتي النعمه راجل تافه. اتكلمت؟ لا 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 يا فندم، بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرب يا باشا؟ انا استجرب. بلغتها الرساله. قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى باديكير بطلت تنطش من 88 بالتحديد. ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام؟ لا مش هروح. اكتب العناوين دي. حاضر، مش هروح. بس انا نفسي اعرف حاجه، انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه، اسمعني. اعمل حسابك انك هتفضي نفسك اليوم كله، لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام، عايز ايه؟ انا اللي جاي اسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. ايه؟ سمعني يا ابني مش سامعة. الهي يخليك. نعم. الهي يخليك، اعدل لي السماعة لحسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش احط ايدي في ودني حد. انا مال انا؟ معلش يا حبيبي. طبعا. انا زي امك برضه. طيب قربي شوية. اهو يا ابني. ليلة سودة. سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه؟ صورتني يا شيخ. معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي اسال على اللحمه والحته الانتركوت. هو انت كلمه السر ايه؟ اللحمه لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمه. خلي بالك عليها، انا عداهم حته حته. حته حته ايه ونيله ايه؟ انا راجل محامي. انت مجنونه يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مره اشوف لحمه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي تغير لي الانبوبه جوه اللعبه. ما بغيرش انبوبه لحد. تجننتي، انبوبه ايه ونيله ايه؟ ايه ودي يا سلام؟ طب روح هات لي 5 ترغيفه من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا، ربنا يترشك اكتر واكتر.
ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه ايوه شكرا، وجبنا الرومي ايوه موجوده، والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيسها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر، وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي، الله يخليك. جيب ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده، خدها كده. شكرا الله يخليك، السلام عليكم. قلتها لي كده الله يكرمك، قلتها لي كده ايوه شكرا، السلام عليكم. في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر، وبعدين عادي بني ادم يعني ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. يا فندم شبك في حاجة حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا انا. ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك، فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك، ما تحرجنيش اكتر من كده. يا عمي حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر، قلت حاضر ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني في ده، انا كنت هشرب من كام. ايوه يا اخويا حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ها؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك والله اقف. اها ايوه ايوه سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة، عشان ناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي ليه؟ ليه؟ ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه يا اما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه اللي في وشك ده؟ ما فيش دعوه. ليه عملت فيها المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت ماديكير؟ ليه اللحمه ما تشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرت صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احيانا انا بستعمله مرايه، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يما؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي. نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملت فيه كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي، وخلصيني من الحلقة دي. الله يخليكي الله يخليكي، خلصيني من الحلقة دي.